في بطوله الامم الافريقيه، انت تقدمت على زامبيا بكره من محمد صلاح ومصطفى محمد على موزمبيق، وفضلت لحد اخر المباراه فوجئت بهدف التعادل. سقطت اللياقه البدنيه، الرطوبه كانت عاليه جدا، درجه الحراره صعبه جدا في الكوتيفوار، فسقطت بهدف التعادل وفوجئت بهدف التقدم. اصبحت انت بقى رد الفعل، اظهرت شخصيتك وعايز تتعادل، وكانك في نهائي الامم الافريقيه امام الجزائر او المغرب او اي فريق صعب في البطوله. طب ما كمل اول، كمل اول طبعا. المباراه الثانيه بالكربون يا حبيبي، بالكربون تيجي تلعب امام غانا ايضا، تتاخر بهدف امام غانا ثم تتعادل ثم يتم احراز فيك هدف التقدم، يعني في اقل من دقيقه طبعًا. غانا ثم صحيح. تتعادل انت بالعنايه الالهيه طبعًا. احنا ليه رد فعل ايضا في مباراه كاب فيردي الوحيده بقى اللي انت دخلتها عايز تكسب، عايز تظهر شخصيتك، عايز ترد على كامل الانتقادات، عايز تصالح جماهيرك، عايز خلاص تتاهل، مفيش هزار، يا اما هتروح. مش صلاح بس اللي هيسافر، ده انت كمان هتسافر عشان قادر ترتاح من البطوله. وقابل يا حبيبي، قابل بقى الانتقادات وافتح النيران، ومن حقنا ما حدش هيسكت لك. في النهايه انت ايضا كنت رد فعل، احرزت تعادلت مع كاب فيردي بعد ما تقدم عليك بهدف في غفله كده من الدفاعات كالعاده في مرمى الشناوي الاعزل، سيء الحظ تماما الشناوي اللي بنقول له سلامات بعد اصابه الكتف. ان شاء الله الاشعه تطمنا، ان شاء الله يكون موجود، ويمكن صعب شويه المباراه اللي جايه، بس يا رب مين عارف، ما نقدرش نحكم لحد ما يتعلن رسمي. فانت في النهايه كنت رد فعل امام كاب فيردي ايضا الى ان تقدمت على كاب فيردي، وايضا بالاخطاء الدفاعيه تم احراز هدف التعادل ووصلت بالعنايه الالهيه. هل هذا هو منتخب مصر؟ هل هذا هو مستوى منتخب مصر؟ هل هذا هو المدير الفني الذي يليق بمنتخب مصر؟ منتخب مصر لم يظهر سوى في الشوط الثاني امام منتخب غانا، ومباراه كاب فيردي لما الراجل اتجرأ، لما اللعيبه اتحررت، هو لما لعبنا بشكل لائق، لما الراجل اتجرأ يا استاذ سامح، ولا تحس ان ماتش امبارح ده اليد العليا فيه كانت للعيبه نفسها؟ طبعا انا امبارح ما بديش ده احساس تسلل لقلوب ناس كتير. انا ما بديش قال لك ماتش امبارح ماتش اللاعبين مش ماتش المدير. على فكره بالمناسبه هي مش قصه ماتش امبارح فقط، لا، هو منتخب مصر ما بيلعبش اداء جماعي للاسف، منتخب مصر كله قدرات فرديه ومهاريه ومهارات فرديه، وكانت معطله في الماتشين الاولانيين، وكانت معطله بسبب عدم التحرر، عشان الالتزام بخطه فيكتوريا، عدم الجراه، عدم الشجاعه، عدم اختيار التشكيل الامثل. امبارح هو راح للاعلام، امبارح سمع لطاقم الجهاز الفني، امبارح اشرف مروان عطيه وقعد النني، بنزول مروان عطيه وبوجود خلاص بقى، هو انا مروح وانا باصت اما اسمع كلام الجماعه خلاص بقى، لا خلاص بقى، اصل انتوا عشان اما بطلت حاجاتكم، مش عايزين النني ادي النني، عايزين مروان عطيه ادي مروان عطيه، محمد حمدي كفايه عليه ننزل، ينزل فتوح ادي فتوح، زيزو ينزل مكان محمد صلاح، ومحمد صلاح خرج من المنتخب خالص، وكمل اول انك انت تعمل الاحلال والتجديد بهذا الشكل، اعاده يعني او تغيير تمركز اللاعبين. ما انت ما يبقاش عندك واحد مثلا زي محمد صلاح اللي هو اقوى جناح ايمن على مستوى العالم وتغير له مركزه، يعني فكره ان انت بتفقد اللعيبه بتاعتك تلتين ان ما كانش اكتر من قدراتهم وامكانياتهم لمجرد ان انت غيرت مركزهم وبدون سبب واضح، وما شفناش لهذه التغييرات اي انعكاسات طيبه او ايجابيه. يا استاذ كريم خليني بس اقول لك على حاجه حلوه جدا، ان انت المنتخب امبارح لو مباراه مصر وكاب فيردي في دور ال 16 ما كنتش هتلاقي الاداء ده من المنتخب، كنت هتلاقي التحفظ، هتلاقي الخوف من المنافس، هتلاقي انك عامل له 100,000 و100 اعتبار، ازاي ده كسبان غانا وكسبان موزمبيق وعامل قصص وطالع بالعلامه الكامله، و كنت هتدي له هيبه كالعاده. احنا عندنا ثقافه خاطئه، وانا قلت نعمل عليها اكس قبل كاس الامم الافريقيه، انت كبير عيب، انت بطل افريقيا عيب، انت بعبع القاره السمراء عيب، انت لازم تروح تكون انت الفعل، لازم تهاجم من اول دقيقه، صحيح. لازم تفرض شخصيتك من اول دقيقه، لازم نلاقي جمل تكتيكيه وفنيه داخل الملعب، لازم نلاقي تغييرات في المراكز ونلاقي اكثر من لاعب في اكثر من مركز واختيار التشكيله المثاليه، لازم نلاقي اللعيبه متحرره زي ما شفنا امبارح. لكن انا امبارح احس ان انا عندي منتخب في المباراه الاخيره، في المباراه اللي انا عايز اطلع من عنق الزجاجه عشان اتاهل. طب كنت فين؟ ما عملتش ليه زي المغرب في اول مباراه وكسبت بالثلاثه يا حبيبي، بالثلاثه على موزمبيق؟ ما عملتش ليه في امام غانا وفزت بعد ما لعبت غانا؟ امبارح موزمبيق بتتعادل معاها 2-2 وانت كان امامك فرصه لافتراس غانا، لما تحررت امام غانا واحرزت هدف التعادل وجي فيك هدف في نفس الدقيقه تعادلت تاني مع غانا. الحقيقه على ذكر موزمبيق، احنا لازم نروح ناخد لعيب لعيب منهم بالحضن. طبعا بحضن، ده بوسه من هنا وبوسه من هنا، عملوا معانا جيست العمر طبعا، عملوا واجب كبير. انت في اول 10 دقائق
انت بتتابع نتيجه غانا غصب عنك، ده ركله جزاء لغانا وبتتقدم، قلت خلاص بقى غانا هتفترس موزمبيق ومش هيسيبوا الفرصه، وانت هناك تاخرت بهدف امام كاب فيردي. يا سعد يا هناء النجوم السوداء ان هم هيتاهلوا وحقهم، فريقه منتخب كبير جدا. ولكن موزمبيق تفاجئك بعد الهدف الثاني لغانا وتلاقي ركله جزاء لغانا، تلاقي هدفين لموزمبيق ويتعادل، تنتهي المباراه وانت رايح تكسب كاب فيردي ومصر انك انت تتحط في حسبه بيرما وتتعادل مع كاب فيردي برضه في اخر دقيقه. فصعب جدا يا جماعه، صعب. ليه بنروح للمنطقه دي؟ فين المنتخب؟ فين المدير الفني القوي؟ فين اتحاد الكوره؟